اهلا وبيامنو سوخ النوبة فيديو دو لالا نوادي. ان شاء الله انتم بخير، انا الحمد لله لاباس. يا الزوينات، انا كان رحبكم كان رحبكم كان نقول لكم مرحبا والف مرحبا، اشرفتوني بزاف بزاف. ابونيو في ماشان الى مازال ما ابونيتيني، وانا كنتمنى لكم دابا فرجة ممتعة. واتوت ركوكو الزوينات، اليوم دار واحد الغديوة تركيا. انا ديجا درت لكم واحد مرة واحد سميتو واحد الفيديو عليه كيفاش درت ليه. المهم غادي ندير لاصوص بهاد الكونسنتري ديال فلفله. المهم غادي ندير معكم وبقى معايا غو. راه كما قلت لكم شنو فيها، درت على لا هادوك فيتات هادوك ودرت فيه معدنوس وواحد البصله قرد، ماشي قرتو درتو هكا حكيتو، ودرت فيه العطور بحال الملحه وسميتو واحد العطريه ديال ادانا كفته. المهم داكشي غتلقاو في تواركا ولا عند تواركا. ودرت هاد التفيف فلفله، درت هاد البطاطا هكا وبصله وهادوك التومات وصافي. سهل ما هادشي، ديروا هادوك هذيك لاصوص اللي بغيت نصايب دابا معكم، ديروا هادشي فوق منه وكل شيء في الفران وصافي. زوينات غادي نصايبوا لاصوص دابا ديال هاد الاكله اللي خاصه الدار، لان الا ما درتيش غادي تحرك. المهم كندير جوج ولا ثلاثه عواشق ديال كونسونطري، زعما بالنسبه سميتو عينك ميزانك شحال خاصك. وخاصنا الماء سخون وهاد سميتو هاد بحال الكنور ولكن ديال الخضره. هذا كنستعمل ديال الكنور ولا ديال فيجيتال، المهم كلشي بحال بحال. وكندير الكمون، كلشي على عينك ميزانك. وهنايا ضروري خاصك ديري النعناع الكارم اللي كيتباع زعما عند تواركا في الحانوت ديالهم. وكندير الفلفله الحلوه ولا تحميره كما بغيتو، راه نفس الحاجه. المهم كنخلط داكشي كلشي مع بعض وكندير الماء سخون اللي طبختو قبل ولكن ما تسنيت شي شويه باش ما يكونش كاع كيطبخ. المهم داكشي كلشي كنخلط. ودابا الزوينات كندير هاد القشطه الطريه، لان راجلي ديما كيقول لي ملي كندير هاد الاكله كيقول لي وا لا لا هادشي حامض حامض، ما كيعجبوش الا كان شويه فيه الحموضيه، ولكن الا درت شي حاجه فيه لاصوص ديال الطوماط ولا شي حاجه راه ضروري فيه، واخا درتي فيه سكر ولا شي حاجه كيكون شي شويه حامض. وداكشي علاش اول مره درت وجربت هاد القشطه الطريه درت معاه وخلطته وقلت الله ما يكون حامض بحال ديما. راه كما كتشوفوا دابا كنديروا في كل بلاصه في هذا المول وصافي. وصراحه زوين 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 هذه الاكله التركيه، عجبني بزاف وحتى راجلي كيحمق عليها الا ما كان حامض. المهم هذا هو. زوينات، انا صايبت دابا روز تركي وزدت عليه واحد سميتو واحد هذا كيكه ايبسون. شنو هي كيكه ايبسون ثاني؟ هذا. المهم درت هاد الروز تركي، ما عرفتش شفتو واحد مره فيديو ديالي فين صايبتو. المهم ساهل ماهل، بعدا سخن شي شويه ديال الزيت والزبده بعدا. وهنايا درت بحال هادوك، ولا ما عندكم هادوك خدوا شعريه هادوك الصغار. المهم وخديت هاد الروز، هذا هاد الروز التركي، وإلا ما عندكم تركي خدوا هاديك ديال الروز ديال الحليب هكا كيبان هكا ندور. و كنديروا بحال هكا، شفتوا هادوك سميتو هادوك لي
هذاك الواحد الواحدين راه يعب الله. شفت هادوك هادوك الصغار لي برونزيين، هادوك سخنتهم في الزيت حتى تبرونزيو، ودخلت فيه هاد الحك ديال سميتو هذا، وغسلت هاد الروس البيض غسلته مزيان هكا هنا في الماء سخون، وكفحت هاد الماء هنايا ودرته هنايا. اي الا بغيتو غندير لكم الفيديو كيف ما كندير هاد الروز التركي، ندير لكم في صندوق الوصف. وهاد الاكله الغديوه ديالنا كيما كتشوفوا راه ساهل ماهل، و صافي راه هو هذاك راه طفيت عليه، خليت غا الضو كيما كتشوفوا. غادي نحضر هاد الروس باش عقتاش هذا غادي يكون بالصوص ديالو كيما قلت لكم، و هاد الروس التركي زدت مازال هاد سميتو اللي وريت لكم، وصافي هذا هو. غادي نحل الشرجم لان كلشي سخون هنا، سخون هنا. مهم انا غنحيد داكشي ونرجع لكم ان شاء الله. اتو فوالا زوينات، هذا هو الريزلت ديال هاد الاكله، وصراحه جا زوين زوين بزاف بزاف، وساهل وماهل. انا ندير لكم الفيديوهات ديال هاد الوصفات في الباغ دافو ان شاء الله. ريكوكو زوينات، راه وريت لكم في انستغرام ديالي، راني شريت هاد الماسك ديال الغسول البيض، وهنايا مكتوب اكني و فاتيغ هاود، زعما كيحيد لاكني، وداكشي علاش اصلا شريتو وسمعت بها زعما بزاف بزاف لي هي زوينه. وقبل ما نديرها غادي ندير هاد الفيس واش، زعما هاد الجيل اللي صراحه زوين بزاف بزاف، شريته من عند امازون، وهذا بقيله ب 12 اورو لا 17 اورو صفوليا. مهم وهادوك جوج غادي نديرهم مني غنغسل وجهي، غادي نوريكم كيفاش غنديرها في وجهي، ونخليها 20 دقائق وعاد نغسلها الزوينات. وهادو زعما كيحيد لي بوين سميتو كحلين، في زعما لي تراس ديال الحبوب، وهذا هو المشكله ديالي. شفتو هو لي تراس عندي موجودين، ها واحد كبير ها واحد صغير، عاوتاني هادشي بزاف بزاف، وهذاك الشيء بغيت نحيد ونجربوها انا وياكم. انتو هالزويناتي ها الخير والخمير. المهم كما كتشوفوا راه عندي لي تراس، وهنايا هاد سميتو خاصك طاح ليا، خاصك تعجني بحال ما هكا لانه شويه قاصح. والمهم كاين شي واحد ليكويد تما، والمهم خاصك تخلطي داكشي وصافي، داكشي اللي مكتوب فيه. وهادشي اللي درت ماشي كاع بزاف بزاف، ولكن درتها. سحب لي هذا الغسول البيض، ولكن كما شفتو هذا الغسول الاخضر، وانا ندير داكشي كلشي دابا في وجهي. دابا هذا قدرت ديري في وجهك وفي الجسم ديالك كاع كامل الا بغيتي. هذا واحد الغسول اللي كيحيد بحال الروماتيزم اللي قدرتي الا كيضرك العظيمات. اييه قدرتي ديري هاد الكريم فوق من هاد الماسك وتخليه شي نص ساعه وبخير، داكشي اللي قالوا. المهم انا كنستعملو زعما اول مره من لامارك بولغيش كما شفتو، وانا كنستعملو غير على حساب وجهي لان عندي بشره حساسيه بزاف بزاف، زعما الا عندي واحد الحبوب كيبقى على 3 شهور ولا 4 شهور هذاك العلامه، وهذا اللي خايب بزاف 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 عندي صراحه. و داكشي علاش انا بغيت باش ندير بحال ما هادشي، لان انا عارفه الغسول شي حاجه مزيانه. Savannah.
كرونيك حاجه زوينات كيحرقني كيحرقني. ودا بعدا ماشي البلون اللي سحب لي انا، سحب لي هذا سميتو البيض الغاسو البيض، لا هذا الغاسو الخضر وزوين هذا النيل. راه واحد الزوينه في انستغرام قالت لي ديري الغاسول الاخضر، ديري الغاسول الاخضر و زعما الاون بودر و خلطي مع المايزينا وديري في الماء زعما، وديري في سميتو في وجهك، وغادي يحيد غادي يحيدوا لي تراس هكا غيحيدو. غادي ندير لكم هاد البوست اللي عطاتني، غادي ندير لكم دابا فهنايا راه درت لي سكرين و بارطاجيتو ديجا مع انستا فاميلي ديالي، وتعالى بغيت نشارك معاكم هادشي. المهم انا غنتسنى دابا حتى كرم داكشي كلشي، راه قالو حتى 20 حتى 30 دقائق عاد نحيدو. صراحه انا ان شاء الله يحيدوا ديك لي تراس، لان فقصوني صراحه، لان الا بغيت نخرج بلا ميك اب ما يمكنش، لان ما كيفقصوني هاد لي توش ولا تاش ولا المهم. المهم انا نخبركم ونحيد معكم هاد الماسك مجموعين هنايا واترك وصافي. زوينه هاد الحق الوقت باش نغسل هاد الغاسول الخضر. كما شفتوا راه قصح داكشي كلشي، ما نقدرش نحرك كاع وجهي. المهم خصني نغسلو دابا. فوالا هانت البشره ديالي كايبري وكيشعل، وصراحه رطيت طب بزاف بزاف بزاف، وكنصحكم به بهاد الماسك صراحه. وحتى الا عندكم واحد البوناش ف ما تخافوا، لان هذا زوين بزاف بزاف. وهذا هو الميساج اللي قالت لي هاد الزوينه ديال ماري مينا، وكنسلم عليك بزاف بزاف ماري. هي شكرا بزاف بزاف على هاد الميساج. وصافي هذا هو النهايه ديال هاد الفلوغ، ان شاء الله عجبكم وان شاء الله جيت خفيفه على قلبكم. انا كنبغيكم كنبوسكم وكنحمق عليكم، وان شاء الله حتى المره اخرى. باي باي.